شوف في الوسط هناك رودريغيز ويو يونغ منصور حمزي وفابيو مارتينيز خالد ناري ومحمد شريف في الجانب الآخر. النصر يدخل مباراة اليوم السيد لويس كاسترو بنواف العقيدي الخيبري العمري لابورت وأليكس تيلس رباعي الدفاع سيكو فوفانا بروزوفيتش وأوتافيو ماني وفي هذا الملعب هدف في مرمى الدحيل الهدف الأجمل في الجولة الماضية في آسيا. لكن روشن ينطلق النصر شهر واحد ولربما لا ينسى في تلك الفترة من بداية العام الماضي وهو يدرب الخليج. لدينا انطلاقة لماني الكرة العرضية تذهب بعيد على الجانب الأيمن يرسل كرة تغطية من ريبوشو فابيو مارتينيز أكثر لاعب يسجل الآن محاولة وفرصة والتغطية حضرت سريعة من على الجهة اليسرى أليكس مهمة الهجوم النصراوي محاولة كريستيانو يستقبل الأولى والثانية والكرة تبعد من أمامه كرة تصل حضور عالمي ومؤازرة وقوي أعطى وهجا في الدوري هكذا يتحدثون. الآن لدينا محاولة وكرة ماني صعبة لهذه الدرجة. حالة تسلل حالة تسلل غريب يتحرك يمرر كرة من جديد داخل في هذه اللقطة الكوري ويونغ 14 فوز وتعادل واحد. الفريق الذي تعادل أربع الآن محاولة قائمة وفرصة الكرة من ربما لا ينال نقاط المباراة وعليه أن يسجل مبكرا حتى يحسم. هل يحسم الآن الحيدري مروان في القادسية في نادي القادسية كلهم راحوا القادسية الآن تلك المباراة يومها عطلت النصر وكتيبة الدون الآن الدون ذكية لكنها تبعد كانت الفكرة ذكية يستمر في الضغط واستعاد الكرة النصر الآن غريب يبحث عن تمريرة على الجهة اليسرى ما زال فوفانا يرسل مرة أمام الجميع برصيد 11 هدف أليكس يرسل كرة الكرة فيها عودة مثالية للوبيز عادت الكرة فريق لا يعيش فترة جيدة مع إيمان والبيدرو لكنه الآن يبادر أمام مرمى النصر ويكسب ركلة لديه ركلة الزاوية ألماني توغولي كان في اليونان مع سالونيكا لعب لهامبورغ وبروسيا دورتموند وباير لا لا يقترب الله يا ناري وعلى العرضية مفتوحة يلعب على الجزئيات البسيطة هذه كانت منها لخبراني كادوا أن يحتفلوا أبناء الدانة لك مرة أخرى فيها تحرك الخليج انطلاقة حاضرة لدى فابيو مارتينيز لمسة مثالية بالتحرك لإيفو رودريغيز يسدد تصطاد
منصور حمزي صاحب هدفين حتى الآن. أجواء جميلة هنا في الأول بارك في ساحة النصر، لكنها تنتظر النصر حتى هذه اللحظة. مرور الخيبري وانطلاقة مثالية على القوس، لكن بعد ذلك نجاح في الإبعاد. عادت لغريب يمرر للدور وتسديداته، التمرير، التهديف، الله! هذا ما يحدث عندما ترى كريستيانو رونالدو الدور. دون نصرا، دون نصرا. صفقي يا سيدي، صفقي. كريستيانو رونالدو، وبعد ذلك اللمسة الأخيرة ما فيها شيء، لكن كرة الفاول وقت الإرسال هل كان هناك من يتسلل؟ الهدف سليم، الهدف سليم، نعم. ويعلم أولى نصراوية رونالديو صراحة، لأن هو من يسجل الأول ويصنع الثاني لمصلحة لابور. الآن محاولة الخليج وأمر في 41 مباراة منذ انضمامه للنادي العاصمي. هكذا كانت الكرة الماضية في الأونسايد، لا وجود للتسلل. وهكذا فعلا الصناعة من كريستيانو رونالدو، وهكذا احتفل وقرر. أكثر تهديفا في الدوري ببلوغه خلالها. خالد ناري يرسل كرة، نجاح من نواف في الجانب الأيمن، محاولة أليكس يتحرك. دقيقة أخيرة وبحث مستمر، ووصلت لكريستيانو رونالدو على طول الانطلاقة لدى الغنام. خالد يرسل كرة، إبعاد ناجح. بطة تحتفل، إنها تعيش حياة يسر الناظرين، يسر الناظرين. كريستيانو
كريستيانو للخلف كان في مصيدة لأحلامها الكبيرة ونجاحاتها. انتهت المباراة. مصر الدوم إلى النقطة 28 وهو